الكرام، ما زالت الانطلاقات متواصلة شوطا يتلو الآخر. قبل قليل شاهدت انطلاقة الشوط الرابع عشر في مجموع أشواطنا لهذا المساء، والشوط المخصص للقاء البكار. نروح مع الصدارة، مع التي استفتحت الإذاعة على المركز الأول على السيطرة الأولى. هذه شواهين لهجن الرياسة مع المضمر علي بن ميل الوهيبي، من يقدم لنا شواهين على الصدارة على السيطرة الأولى. المركز الثاني تدخلات أيضا من حاملة رقم خمسة، هذه الصهوة لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، من يقدم لنا الصهوة على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر أيضا التي تتواجد هناك الطيارة سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل ثاني مسفر بن علي بن راشد السناري، من يقدم لنا الطيارة. التدخلات في هذه اللحظات من قبل الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس بن علي الغيلاني أيضا يصل في هذه اللحظات على ظهر الوثبة. المركز الخامس التي أيضا تتواجد مشكورة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن أيضا بن فاران، الذي يصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى، وما زالت أيضا مسيرة اللقاية مستمرة حتى هذه اللحظات، وما زالت الصدارة والقيادة تحت أقدام شواهين التي تسيطر حتى هذه اللحظات على المركز الأول. أيضا من هجن الرياسة مع المضمر علي بن ميل الوهيبي، من يقدم لنا شواهين. ما شاء الله يا الوثبة التي ترافق شواهين في هذه اللحظات على المركز الأول على السيطرة الأولى لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الغيلاني أيضا قائدا للوثبة. المركز الثالث أيضا المركز الثالث تتواجد الصهوة لهجن العاصفة غياث الهلالي، الذي أيضا يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم مزنة أيضا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، الذي أيضا يتابعها في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس ونختم النداء مع مشكورة أيضا من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، الذي أيضا تصل مع المركز الخامس. هذا هو نداءنا الثاني، ودائرتنا الإعلامية ما زالت تدور بهذه الأسماء اللامعة التي ما زالت تسيطر على هذا الشوط. ما شاء الله أسماء يا أخواني لم يحن ظهورها حتى هذه اللحظات خلف الخمسة المراكز الأولى، فننتظر قدومها عند الكيلو المتر الأخير. نعود إلى الصدارة، نعود مع الوثبة، الوثبة وقادمة من ميدان الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، محفوظ بن خميس الينيبي ايضا متابعا في عملية التضمير. المركز الثاني ايضا التي تتواجد على المركز الثاني، هذه ايضا المركز الثاني الصهوة من هجن العاصفة مع غياث الهلالي على المركز الثاني، ومزنة ايضا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الرابع تقدمت في هذه اللحظات مشكورة من هجن الشحان جابر بن سالم بن فاران، وصلت وخذت المركز الرابع. المركز الخامس الحناية لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وصلت وخذت المركز الخامس. نكتفي بهذا القدر بالأسماء من الخمسة المراكز الأولى، فنعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، نداءنا الثالث، وما زالت الأسامي تختلف حسب المواقع. فنعود إلى الصدارة، نعود إلى السيطرة الأولى، نعود مع لهجن العاصفة التي بدلت في هذه اللحظات وخلفت الموازين عند 1500 متر الأخيرة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي من الجانب الآخر. الوثبة 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 ما زالت محاولات أجارية، وما زالت تراقب الوضع على المركز الثاني. الوثبة تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بخميس الينيبي في على المركز الثاني. المركز الثالث الله يا الصهوة لهجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. الله يا الحناية، وصلت في هذه اللحظات على المركز الرابع.
لهجنا الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس اللي على المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات الله يا الباهية من هجنا العاصفة لغياث الهلالي. أيضا عملية تومير مع غياث الهلالي، نعود إلى الصدارة، نعود مع الوثبة، الوثبة الوثبة عادت إلى المركز الأول. الله 800 متر الأخيرة يا أخواني، والوثبة خذت المركز الأول والعصا ما زالت في البطان. المركز الثاني الله يا سلام، مزنة 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 على المركز الثاني من هجن العصبة، أيضا مع أيضا عملية تومير مع غياث الهلالي والحناية من الجانب الآخر. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، مزنة والوثبة، الوثبة ومزنة في أيضا في موقع واحد. الحناية الحناية أيضا الله، ثلاث كوكباني، ثلاث كوكباني على الصدارة. الحناية شعار الشامخة، شعار الشامخة خذت المركز الأول في هذه اللحظات، النقطة الحادية عشر في هذا المساء. تحية يا أخواني لهذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجنة الشحانية التاني والناموس، أيضا لهجنة الشحانية بمناسبة فوز الحناية، أيضا مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. النقطة الحادية عشر في هذا المساء التاني والناموس لهذه المؤسسة العملاقة. المركز الثاني وصلت الوثبة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بخميس النبي. المركز الثالث أيضا كانت الوصول من مزنة أيضا من هجنة العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. المركز الرابع أيضا الباهية من هجنة العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. المركز الخامس الوصول من الذيبة أيضا من هجنة الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا أعزائي المشاهدين شاهدت الشوط أيضا الرابع عشر التي فازت به الحناية لهجنة الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. قطعت المسافة في 7 دقائق، في 7 دقائق 26 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. المركز الثاني، المركز الثاني الذي وصلت فيه الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان مع المضمر محفوظ بخميس النبي، قطعت المسافة في 7 دقائق 25 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. المركز الثالث ايضا كان الوصول من مزنة لهجنة العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، قطعت المسافة في 7 دقائق 26 ثانية، 6 أجزاء من الثانية.